بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. اليوم سيكون معنا لقاء هام، لقاء مع السيد اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. سنفتح معه صفحات هامة وصفحات تعكس بطولة جيشنا العظيم وقدراته الحقيقية في المواجهة، بطولات ربما لم يكشف عن الكثير عنها خاصة خلف خطوط العدو. غير أننا نبدأ بالحادث المؤسف، فمنذ قليل قام إرهابي يبلغ من العمر 60 عاما بطعن أحد الكهنة أثناء سيره بمنطقة الكورنيش في الإسكندرية، وهو الكاهن أرسنيوس الذي قيل أنه لقي ربه منذ قليل وتوفي شهيدا نتيجة هذا العمل الإرهابي الجبان. حتى الآن لم يصدر بيان من وزارة الداخلية، وإن كانت كل المعلومات تؤكد أن رجال الأمن استطاعوا إلقاء القبض على الإرهابي. العزاء لكل إخواننا وأشقاؤنا، ونحن نقدم لهم العزاء، نقدم العزاء لكل المصريين. فالإرهاب مدان من الجميع، وإذا كان ذلك الأمر حادثا فرديا فهو تعبير عن أن هذه العناصر ما تزال موجودة بيننا، وهذا أمر متوقع رغم كل الجهود التي بذلها رجال الجيش ورجال الشرطة طيلة السنوات الماضية في مواجهة الإرهاب وتكفيف منابعه، إلا أن هذا الحادث الذي وقع اليوم الحقيقة يجعلنا جميعا واعين بمخاطر هذه الأعمال الإرهابية. على كل حال بالتأكيد أن التحقيقات ستكشف عن هوية هذا الشخص وماذا ما الذي أجبره على هذا الفعل الإجرامي في هذا الوقت. ونحن نتحدث عن هذه التنظيمات الإرهابية وهذه العناصر، نعود إلى الاختيار 3، هذا المسلسل الذي يكشف كيف كانت الجماعة الإرهابية تحكم بطريقة الإقصاء والقتل والأخونة والاعتداء على مؤسسات الدولة المصرية. أعتقد أنه عمل درامي عظيم يتحدث ويترجم فترة تاريخية مهمة عاشتها مصر وعانى فيها المصريون كثيرا. الأخطر هو تلك التسريبات التي استمع إليها المصريون فأدركوا حقيقة ما كان يجرى. كانت المؤامرة أكبر من أن يتصور أحد، لكن جيشنا العظيم والقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت استطاعوا بالفعل مواجهة المؤامرة والحفاظ على مؤسسات الدولة، حتى خرج الشعب المصري في 30 يونيو بثورة ظافرة انحاز إليها الجيش المصري وأسقط حكم الإخوان. أعتقد أن الحلقات القادمة سيكشف فيها النقاب كثيرا عن أمور كثيرة وعن بطولات تمت في سيناء بواسطة الجيش والشرطة وبواسطة رجال من المجتمع المدني وقفوا بكل قوة جنبا إلى جنب مع الجيش في مواجهة هؤلاء المتآمرين، وقس على ذلك كثيرا. ونحن نتحدث عن هذه الانتصارات وعن هذا الإبهار الدرامي الذي يجسد هذه المرحلة التاريخية. البعض يأخذنا إلى طريق آخر، خرج علينا الإعلامي إبراهيم عيسى مرة أخرى ليتحدث عن الإسراء والمعراج بطريقة أنه لا فرض ولا سنة، وأن من يتحدثون في الميكروفونات ومن ينقلون صلاة التراويح ومن 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 لا يجب أن يفعلوا ذلك، وما فيش حاجة اسمها صلاة تراويح جماعة وغير ذلك من الأمور، وإن اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب وقص على ذلك. أنا لن أناقشه في تفصيلات ادعاءاته وأكاذيبه، ولكن
هذه اللغة وهذا الأسلوب وهذه القضايا التي تفتح وهذا التشكيك في أمور كثيرة تخص العقيدة الإسلامية لمصلحة من؟ لمصلحة من يحاول هذا الإعلام يجرنا إلى الفتنة؟ لمصلحة من هذه الإهانات التي توجه للدين وللرموز الدينية؟ السؤال الأهم، كيف يسمح لإبراهيم عيسى بأن يطل علينا من إحدى القنوات بهذه اللغة وهذا الكلام؟ أريد أن أسمع ماذا فعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه القضية. هذا أمر يا جماعة يقودنا لفتنة كبرى، إحنا مش عارفين إيه اللي بيعملوا ده، إحنا مش عارفين رد فعل الناس شكله إزاي. هذا ديننا، فيعني ده بيعمل التطرف، ده بيعمل الإرهاب، ده بيشكك في عقيدتنا الإسلامية. لا يصح أبدا. أتوجه مجددا إلى الجهات المعنية بضرورة التحقيق حفاظا على القانون وحفاظا على الدستور وحفاظا على قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحفاظا على المجتمع المصري بعقيدته وإيمانه وقيمه الدينية. بالتأكيد ما حدث أثار ردود أفعال غاضبة واستياء من الكثيرين نتيجة هذا الأمر، والأخطر هو استمراره في هذه الادعاءات والاكاذيب. على كل حال، الفرحه لم تسع اسره المهندس المصري علي ابو القاسم بعد ما يقارب من 5 سنوات من المعاناه وتهديد الحياه. المهندس المصري حصل على البراءه اخيرا بعد حكم الاعدام الذي كان قد صدر ضده في المملكه العربيه السعوديه بسبب اتهامه في قضيه مخدرات كبرى، رغم انه كان دوما يقول انه بريء. عاد إلى مصر بعد الإفراج عنه، وبالتأكيد جهد كبير بذل في هذه القضية سواء من الجهات القضائية المصرية على رأسها مكتب النائب العام الذي عمل على تجميع الأدلة الكافية التي تثبت براءته، وأيضا جهد كبير بذلته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال فترة حبسه، والإعلام، وكنا نحن أيضا من البرامج التي أعطت لهذه القضية أولوية، واستضفنا السيدة زوجتي لتتحدث عنه تليفونيا في هذه القضية ولتثبت وتؤكد براءته من هذا الأمر. بعد عدة اجتماعات وبعد مخاض عسير، توصل اليمنيون إلى صيغة لإدارة المرحلة الانتقالية. هذه الصيغة تمخضت في مجلس رئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي رئيسا لهذا المجلس لإدارة هذه الفترة. الرئيس عبد الرب منصور هادي تنازل عن السلطة ونقل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس علي محسن إلى هذا المجلس المكون من 8 شخصيات يمثلون كافة المناطق اليمنية والتوجهات ويمثلون القوى العسكرية على الأرض. وأعتقد أن الدكتور رشاد العليمي بما يمتلك من حكمة وموضوعية وكونه نقطة ارتكاز يتجمع حولها اليمنيون في الساحة اليمنية، ورجل لديه القدرة على التواصل مع الجميع ولديه القدرة على التواصل مع المجتمع الدولي، وهو لديه عزم وإصرار على التوصل إلى حل سلمي مع الحوثيين ينهي هذه الأزمة، لأن التكليف بالأساس يقوم على أمرين: الأمر الأول إدارة المرحلة الانتقالية بكل تبعاتها، والأمر الثاني تحقيق المصالحة مع الحوثيين حتى يعود العمل اليمن موحدا وتنتهي معاناة الشعب اليمني. أنا أعرف الدكتور رشاد العليمي منذ سنوات طوال، وتزاورنا في منازلنا والتقينا في الخارج وجلسنا كثيرا، وكان الهم اليمني دوما هو الهم الأساس، وشهد منزلي عقد لقاءات مع الدكتور رشاد وشخصيات أخرى في اليمن، وكان الهدف من كل ذلك هو كيف نصل إلى صيغة تجمع الجميع. والحقيقة كان الدكتور رشاد العليمي مهموما بما يجرى متواصلا مع كل الأطراف اليمنية بلا استثناء، واستطاع بالفعل عبر تواصله أن يصل إلى هذه النتيجة التي تمخضت في النهاية عن انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي، حيث يرى فيه اليمنيون أنه المؤهل
والقادر على إدارة هذه الملفات في تلك الفترة. أتمنى بالفعل أن يجد دكتور رشاد العليمي دعما من كافة القوى، خاصة أن المملكة العربية السعودية والإمارات الحقيقة لعب الدور الأساسي، كما أن تم تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار أعلن عنها في المملكة العربية السعودية لدعم البنك المركزي ولدعم الأوضاع المجتمعية في اليمن خلال الفترة المقبلة. نتمنى بالفعل المجتمع الدولي كله، خصوصا الأمم المتحدة كانت موجودة كطرف أساسي، أن يساندوا بكل قوة وبكل عزم هذا المجلس الرئاسي، وأن يتصدوا لكل من يحاول إفشال هذه المهمة التاريخية. طيب، عندنا شكوى من أهالينا المزارعين والفلاحين في المراجدة بمحافظة قنا، بيشتكوا من عدم الاستفادة من مبادرة البنك الزراعي المصري لمساعدة الفلاحين المتعسرين، ويطلبون من رئيس البنك الأستاذ علاء فاروق أنه تكون الهيكلة للديون شاملة محفظة الفلاح وليس جزءا منه، وأنه تكون الفايدة في الهيكلة بأقل من 5%. احنا عارفين الحقيقة يعني دكتور علاء فاروق يعني لا يتوانى في المساعدة وحل أي مشكلة من المشاكل التي تصل إليه. بعد الفاصل حيكون معنا لقاء مهم مع السيد اللواء أسامة المندوه، وكيل أول جهاز المخابرات العام الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر. بعد الفاصل. الحقيقة أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه وفاة القمص أرسينيوس وديد بعد هذا الحادث الإرهابي، ويعني جهود الأمن مستمرة والتحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى هذا العمل الإجرامي المدان من كل الجهات والشعب المصري العظيم. الحقيقة نحن اليوم في لقاء استثنائي مع واحد من الأبطال العظام في حرب أكتوبر 73، مع رجل خصص كل جله ووقته وحياته للدفاع عن ثوابت الوطن، وحتى عندما عمل في موقع دبلوماسي داخل إسرائيل كانت القضية الأساسية القضية الفلسطينية، حقوق العرب هي همه الأساسي في التواصل مع قادة إسرائيل عندما كان قنصلا لمصر داخل الكيان الصهيوني. معنا اليوم السيد اللواء أسامة المندوه وكيل المخابرات العامة الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني أولا كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك والشعب المصري طيب بمناسبتين، المناسبة الأولى بشهر رمضان المبارك، والمناسبة الثانية انتصارات ذكرى انتصارات رمضان أكتوبر. طيب، الأغنية الجميلة اللي احنا سمعناها دي بتقول ما يبتديش الدرس بأكتوبر ولا يبتديش النصر بأكتوبر. الدرس لازم يعني تعرفه الأجيال، ما يتسابش. نعم. ده نعم. ان النهاردة انا عايز اقول ان دي فرصة ان احنا دايما النقط المضيئة في تاريخ الشعب المصري يجب ان نجد لها الفرصة ان انت تشوفها كل يوم. النهارده مثلا انتصار اكتوبر او شهر رمضان، ما استناش بس على اكتوبر ولا استنى على رمضان. عندي 25 ابريل، لولا نصر اكتوبر ما كانش في 25 ابريل. صحيح. عندي زياره الرئيس السادات للقدس، لولا نصر اكتوبر ما كانش زار الرئيس السادات للقدس. عن ذكريات كتير قوي. طيب قبل ما ندخل في حرب اكتوبر وذكرياتك عن خلف خطوط العدو اللي جسدتها في كتاب الحقيقه الصادر عن دار الشروق مؤخرا، انت التحقت برتبة ملازم بعد 67، أظن تخرجت 65. اتخرجت 6/12/67. دخلت على حرب الاستنزاف. كيف ترى دور حرب الاستنزاف في تحقيق انتصار أكتوبر 73؟ احنا حرب الاستنزاف دي لو انت بصيت هتلاقي احنا تدرجنا في هذه المرة في الفترة من 67 ل 73. بدأ النصر الأكتوبر من 9
يونيو 67 اللي فيها رفض الشعب الهزيمة ووقف خلف قواته المسلحة وأن القوات المسلحة ما دخلتش حرب أصلا. نعم. علشان نقدر نقول إن انهزمت ولا ما انهزمتش. حرب الاستنزاف شملت ثلاث مراحل، إن احنا في المرحلة الأولانية الصمود، والمرحلة الثانية الدفاع النشط، والمرحلة الثالثة حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف هدفها الأساسي إن أنا عايز أوصل رسالة لإسرائيل إن بقائك في سيناء وعلى خط القناة بالذات ثمنه باهظ جدا لا يمكن أن تقوى عليه. حرب الاستنزاف كان فيها في أهداف لازم تتحقق. واحد، إعادة تنظيم القوات، رفع كفاءة القوات، استيعاب الدروس اللي حصلت في الهزيمة بتاعت يونيو، رفع الروح المعنوية للجنود والضباط حتى نقدر نخش المعركة بجد. بمعنى احنا على مستوى مجموعات خلف خطوط العدل كان فيه مثلا ازاي كنا بنرفع روح المعنويات بتاعت الناس. عملنا القوات المسلحة عملت نوط كده اسمه نوط العبور. نعم. اصفر ازرق اخضر، اصفر سينا، ازرق القناة، اخضر الضفة الغربية للقناة. كان اللي يعبر يحط النوط على صدره ويبقى ماشي محدش قده في الشارع. او ما بين زملائه في الجنود. عبر مرتين ومحطين اتنين على التالت. كل دي عليه وعلى كده كل العمليات اللي تمت سواء عملية راس العش ولا عملية السبت الحزين ولا كل العمليات دي كان هدفها برضو الأساسي رفع الروح المعنوية للجيش المصري. أنا عايز بس أقول لك النهاردة كام؟ 6 رمضان؟ نعم. 6 رمضان أنا في الكتاب ده عامل إيه؟ سحور في مرسى مطروح، فطار في العالمين، سحور لم يكتمل في الإسكندرية. بمعنى؟ بمعنى إننا كنا عشان في خطة الخداع كنا عاملين معسكر لكاف 9 استطلاع في مرسى مطروح. جاءت تعليمات خلاص فضوا المعسكر، بعت كل القوات كل المجموعات إلى القاهرة، وأنا كنت آخر واحد ركبت سحرت في مرسى مطروح، ركبت تاكسي طاير ده بيجو 7 راكب ده على طريق مرسى مطروح العالمين اللي كان فردة واحدة. فردة واحدة طريق موت. ده ليه كان فردة واحدة؟ ان الشعب ضحى بكل غالي ونفيس علشان يوفر تمن دبابة ولا طلقة مدفع ولا مدفع للجيش. فعشان كده الطريق ما كانش مش زي النهاردة ما شاء الله. فالمهم وصلنا العالمين دخلنا فنفطر. فطرت رحت بعد كده اسكندرية، دخلت فندق نادي الضباط، حجزت الأوضة ورجعت على محطة مصر اشتري احجز تذكرة القاهرة. ونزلت على محطة الرمل، انت عارف فندق ضباط القوات المسلحة اللي في الرمل جنب. نعم. المحطة. نعم. المحطة كانت جميلة والفكهانية اخر شياكة وحاجة كانت جميلة. فاخدت كيس ورق وباخد حاجة للسحور بقى. خدت جوافاية وكمتراية وصباع موز. لقيت الراجل بيقول لي وانت خواجة؟ قلت له قال لي ايه ده؟ قلت له انت زعلان ليه؟ باعلى سعر حط الوزن واقتنع بالبتاع بتاعت ليه؟ انا النهارده بقول الكلمه دي علشان كل واحد يشتري على قد حاجته بس ما نقعدش انا فالمهم خدت كل الكلام ده ومعايا الجورنان. رحت الفندق قلت للموظف بتاع الفندق صحيني على السحور. مسكت الجورنان عايز اقرا والاوضه منوره. صحيت على الشمس في دماغي. ايه يا ابني ما صحتنيش ليه؟ قال لي ما انا شفت الاوضه منوره. قلت له خلاص حلال عليك السحور.
فدي الفكره. نيجي النهارده دي كانت جزء من خطه الخداع الاستراتيجي ان مجموعات خلف خطوط العدو كانت موجوده، اللي هي المفروض تبقى معسكراتها في الشرق اللي هي معسكراتها في اخر الدنيا في مرسى مطروح. كان لنا هدف ان احنا لما نعوز ندفع مجموعه من المعسكر من الموجودين في لايك ستيب في سينا نقول هم رايحين مرسى مطروح، وهم مش رايحين مرسى مطروح، هم رايحين مهمة. لان انت لازم تبقى مهم مجموعة خلف الخطوط دي لو ما فيش سرية كلها تفشل. طبعا ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل بعد حرب اكتوبر والمجموعة اللي كنت بتقودها خلف خطوط العدو؟ انا يمكن انا كنت احسن قائد سرية في الجيش الثالث، نعم، وقائد في الفرقة الرابعة مدرعة، وقائد الفرقة بتاعت الله يديله الصحة سيادة اللواء عبد العزيز قبيل. كان بيرفض ان انا اتنقل خالص. لحد ما اصرت ادارة المخابرات الحربية في نشرة يوليو 73 ان انا اتنقل مصر. اتنقل، رحت ادارة المخابرات ومنه الكاف 9. يوم 6 اكتوبر انا المفروض قائد سرية، يعني مش هشتغل قائد مجموعة. فجاء قائد الكتيبة قال لي احنا محتاجينك تطلع قائد مجموعة. ده اختيار من ادارة المخابرات. اختار لك مجموعة من كانوا العساكر مستدعين. لان كل واحد معاه، احنا في التنظيم ده كل واحد معاه المجموعة بتاعته، ما بيتنزلش عن واحد فيهم لانه متعايش معاه وكده. انا جاي جديد فقلت اختار يعني، فقال لي خد 5. قلت له اعمل ايه بال5؟ انا محتاج فرد واحد لاسلكي وانا استطيع ان انا اقوم بالواجبات الاخرى يعني. قمت عامل اختبار سريع في فتره قصيره جدا للمستدعين، اديتهم مهمه يحضروا شده معينه فيها اصناف، واديتهم وقت كفايه. اول واحد وصل خدته اللي هو العريف فتح عبد الهادي. قائد الكتيبه العقيد محمود عبد الله قال لي نتقابل في مطار المازه ساعه الفطار. رحت ساعه الفطار وانا معايا العريف عسكري ومعانا الفطار بتاعنا عاملينه لنا كده في العمود بتاعنا عشان نفطر تحت الطياره. المهم ما فطرناش برضه. واحنا في المطار جه العقيد محمود عبد الله فردنا الخريطه والطياره هتطلع من هنا، هتروح تنزل ابو سوير علشان تعيد الملء، وهنطلع من مطار ابو سوير للمنطقه شرق المضايق عند جبل حماير كده، وهتنزلنا الطياره وهطلع على واخترنا المكان اللي منه لو في نمله داخله على الجبهه لازم ابقى شايفها وبلغ ابتدى. المكان ده كان في منطقة الجفجافة. انت بتشوف مطار المنيز تحت رجليك، طريق الاوسط اللي هو طريق الامداد الرئيسي للجبهة، الطريق العرضي الجبير الجفجافة بيرتمادة. انا بقول كلام يمكن كتير من الناس مش حافظاه، المفروض نبقى حافظين وفاهمين توبوغرافية سينا كويس قوي، لان قطعة سينا دي ارض غالية علينا جدا. فالمهم واحنا هو بيشرح لي المهمه، جالنا الرائد سامح سيف اليزن ومعاه فرد من بدوي من قبيله الاحواب من شمال سينا. بقت المجموعه عباره عن ايه؟ 3. انا النقيب اسامه من الدقهليه، العريف فتح اللي هو فرد اللاسلكي من الفيوم، الشيخ حسب الله من شمال سينا. يعني توزيع جغرافي تمام. احنا 2 عسكريين والشيخ حسب الله مدني. يعني توليفه ما فيش كده يعني، لو قعدت تحاول تختارها مش هتقدر تعمل. المهم الطياره خدتنا، فالطيار ركبت الطياره والعقيد محمود مشي وسامح مشي وكل الناس دي مشيت، فالطيار مش عايز يمشي. بتمشي، قال لي امال بقيت فين بقيت الناس؟ بقيت الناس احنا لوحدنا. قال لي انتوا 3 لوحدكم؟
هو كانت الطيارات بتاعتنا يعني غاليه، ما عندناش طيارات كتير قوي عشان هنركب ثلاثه في طياره. المهم قلت له اطلع دي مهمه خاصه. طلعنا، مش عايز اقول وانت بتعدي القناه وجيشك معدي بيعبر مشاعرك، لا مشاعرك ده انت روحك في السماء، روحك معاه في السماء. اه ده صحيح، يعني تستطيع ان تنفذ ما لا يستطيع مئات تنفيذه. صحيح. فالمهم دخلت بعد كده، مشينا، الطياره نزلتنا. طبعا لازم الناس تبقى عارفه ان قدراتنا العسكريه بالنسبه للطيارات، يعني الطيارات الهليكوبتر ما كانتش مزوده باجهزه الطيران الليلي. لكن ربنا كريم ان احنا كان يوم ايه؟ 10 رمضان، القمر شبه بدر والسماء صافيه، فكنا ماشيين زي كان احنا بالنهار. فكنت انا اقول له اطلع كده، تعالى كده كده، لحد ما رحنا المكان قلت له اقف هنا، ونطينا ونزلنا البتاع ومشي. طيب والطيار رجع. والمجموعه بدات تاخد سيرا على الاقدام لحسب البوصله والخريطه احنا رايحين فين. فمشيت المساله. الشمس جت، فكان اول تكليف لقبيلة الاحوات اللي منها الشيخ حسب الله. انا قلت له بقى ايه؟ قل للناس اللي بتوع القبيلة اللي بيرعوا الغنم الصبح يرجعوا يرعوا على فين؟ على الجرة بتاعتنا، اثار اقدامنا. والحتة بتاعت الطيارة خلاص يرعوا فيها اليوم ده. واستكملنا لحد ما وصلنا ل المنطقة اللي احنا هم محددين لك منطقة، لكن المكان اللي انا حرية اختيار عندي ان انا اقدر اشوف منه واستطلع كل التحركات على الطريق الاوسط، تحركات الطريق، التحركات الجوية في مطار المليز. يعني مثلا انت عارف كل المعارك الجوية لما طيارات الاسرائيل اللي بتخلص بتنزل كلها فين في الاخر؟ مطار المليز، لانه ما يقدرش يروح بيرسبع، ما يقدرش، لان خلص. تبقى انت عارف ايه اللي نزل، اللي كان الاشتباك في خمس طيارات نزل ثلاثه، يبقى في طيارتين. كل ده مفيد لقواتنا المسلحه. فانت قعدت في المكان ده، المهمه كانت تسعه ايام. تسعه ايام محدده. ما هو العقيد محمود عبد الله هو قاعد قال لي احنا تسعة ايام قواتنا بتعمل رؤوس الكباري الهجوم المضاد، هتوصل لك تسعة ايام، اما توصل القوات عندك هتنضم ليها، يبقى كده مهمتك خلصت. طب هنشوف باقي المهمة بعد الاعلان فاصل، ثم نعود اليكم مرة اخرى. الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانا حول واقعة وفاة القمص أرسانيوس وديد، قائد كاهن الكنيسة، كنيسة العذراء بالإسكندرية. وقالت فيه أنه في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام أحد المجرمين في منطقة سيدي بشر بطعن القمص في رقبته، مما أدى إلى قطع شريانه. والكنيسة حتتابع هذا الأمر الحقيقة، زي كمان ما وزارة الداخلية أصدرت بيان أكدت فيه أنه يعني الكاهن بمجرد ما وصل إلى المستشفى فاضت روحه. ودي المشاهد الأولى للاعتداء، تعالوا نشوفها ونواصل الحوار مع السيد اللواء أسامة المندوب. طيب ادي المشاهد زي ما انتم شايفين، واضح انه القاتل حتى الان ما حدش يقدر يعني يقول انه منتمي لتنظيم ارهابي او غيره، شكله في علامات استفهام. هناك من يقول مريض نفسي، هناك من يقول انه رجل دائما يبقى في الشارع، ولكن في النهايه نحن امام شخص مجرم قاتل لا يمكن باي حال من الاحوال التسامح معه. لكن في النهايه الجهات المعنية بدأت التحقيقات معه، وبالتأكيد سيصدر بيان آخر من الجهات المعنية من وزارة الداخلية أو النيابة العامة في ضوء هذه الجريمة النكراء اللي حازت على استنكار كل المصريين الحقيقة في بعد وقوعها مباشرة. نعود مرة أخرى
للحوار مع السيد اللواء أسامة المندوب. وصلنا إلى بدء وصلنا إلى منطقة بير الجفجافة لنقطة تمام. الملاحظة اللي أنت بتشوف منها كل حاجة. تمام. يعني كانوا معانا حاجة اسمها نيكلز كده تجيب الفرد على مسافة 9 كيلو. يعني أي حد ماشي حتى في الطيارة النازلين من الطيارة تشوفهم. المهم أتكلم عن إزاي المعلومات كانت بيتم استقاله. المهم اول حاجه اول ما رحنا كل القلات اللي نازله في اتجاه الجبهه دبابات وتلارات ومدفعيات كل ده كل يوم في برقيه بتوصل على مكتب السيد مدير المخابرات الحربيه ووزير الدفاع عن تحركات الاسرائيلي الجيش الاسرائيلي او القوات الاسرائيليه في اتجاه الجبهه. مثلا قبل الثغره جالي احتياج من القاهره من القياده بتقول في صواريخ بشكل عجيب في اتجاه الجبهه. انا ما فاتش قدامي حاجه اسمها صواريخ. امتى؟ حددوا لي التوقيت. قلت لهم لا ده كل اللي ما ده اللي بتقول عليه صواريخ ده عباره عن تيلرات كل تيلر شايل ثلاث مواسير مجاري وكل ثلاث تيلرات فيه تيلر تاني موجود فيه كتلة من الجبل كتلة جرانيت كده. دول بقى اللي استخدموهم الإسرائيل استخدمتهم فين؟ لما عملت الكوبري. الكوبري علشان انت عارف الكباري بتاعتنا اللي بنعملها بدل الكوبري ما يلب كده هو بيرمي المواسير في المية علشان المية تعدي ويحطوا فوق الحجارة يبقى كوبري ثابت. تمام. النقطة التانية قبل الثغرة انا ظابط مدرعات بصيت لقيت في كتيبه تحتيه على طول كتيبه اسرائيليه بتتدرب سواقه وسواقه فين؟ في منطقه غرود في منطقه الغرود في وادي الجفجاف. نعم. ده اسرائيل من عادتها دايما تخش في المناطق اللي صعبه فلو خدنا بالنا في ثغرة الدفرسوار دخلوا من بين الجيشين برضو منطقة ما هياش سهلة التربة مش سهلة فيها. نعم. من ناحية التنظيم أنا أعرف إن كتيبة الدبابات الإسرائيلي 47 دباب. نعم. اللي قدامي ده ما هماش 47 دباب ثلاث مربع ناقص ضلع كل مربع 11 دبابة وفيه ثلاث دبابات قيادة وبدل ال 11 دبابة اللي أنا حافظهم في تنظيم 11 عربية من عربيات المشاة الميكانيكي بقى النهاردة القوة النيرانية بتاع الكتيبة أنا صحيح مش عارف هل ده إيه لكن كل ده يروح للقاعدة والقاعدة هي اللي بتحلل وتبدأ تحسب قوة النيران دايما في مقارنة القوات ما بين القوة اللي بتهاجمك والقوة اللي لازم تبقى عارف. مثلا من ضمن المعلومات اللي بناء عليها قال الرئيس السادات انا مش هحارب امريكا. رصدنا تدخل امريكي مباشر لحد مطار المليس في الحرب على الارض ازاي؟ الدبابات اللي موجوده مش هي كانت لونها تمويه زراعي. الدبابات الاسرائيلي كلها احنا في منطقه صحراويه لونها تمويه صحراوي اصفر كده زي الدبابات بتاعتنا. النقطه الملاحظه الشديده اللي الشيخ حسب الله قرايبه من البتاع بلغوها له بالمناسبه المكان اللي كنت فيه كان منطقه عسكريه ممنوعه على البدو مغلقه. اي حد يروح هياخدوه المخابرات العسكريه يبهدلوه زي ما بتاع فبيقولوا له الله العساكر اللي موجوده على الدبابات كل ما يشوف واحد بجمل ينزلوا ياخدوا صوره معاه. الجمل اصلا ما هوش غريب على الجندي الاسرائيلي. نعم. لانه موجود هم موجودين هنا معانا بقالهم من 67 لحد 73 علاوه على ان هو موجود في النقب. صحيح. اما يجي يبقى دول سياح ما هماش اصلا بقى جنود. بشكل عام كل تحركات الجيش الاسرائيلي وسواء من الجبهه في العوده
او من ورا الجبهه، كل ده مرصود. مثلا بما فيها العربيات الملاكي، يعني انت النهارده لما تلاقي العربيات الملاكي راجعه كتير من البتاع، ففي هدوء من كنت بتحلله كل هذه الظواهر؟ انا ما بحللش، انا اصلا برصد وابعت في اداره المخابرات الحربيه، هم دول اللي بيحللوا. المهم المده ايه؟ التسعة ايام عدوا ومفيش لحد جاي، كلنا عارفين ايه الظروف اللي احيطت بالهجوم بتطوير تطوير القتال والتوقيتات بتاعتها ما مشيتش صح علشان نخفف الضغط على جبهه سوريا. فانت النهارده تسعة ايام مفيش، قالوا استمر في العمل. انا كان قائد الكتيبه عطيلي 90 جنيه اصرف فيهم على المأمورية خلال التسعة ايام. جبت الشيخ حسب الله قلت له خد التسعين جنيه دول واصرف. لا ما يصرفش. انا حددت له هات لنا شوال دقيق وهات لنا شوال سكر وشاي وشوال صلصة. وجاب مخزون حطه في المنطقة بتاعتنا بتاعت اللي انتوا قاعدين فيه. في الايام عدت الايام عدت وبدأ الجيش الاسرائيلي يفضلنا. بقى في وقف اطلاق نار. وفي جهاز لاسلكي بيطلع من التبة دي او من الجبل ده كل يوم. فبدأوا يمشطوا الجبهة دي، المنطقة الجبلية دي، بطيران الهليكوبتر مثلا كل 5 ساعات الصبح والظهر وبالليل. احنا الشيخ حسب الله كان بيجي يختفي عننا بالنهار علشان لو احنا اتمسكنا ولا حاجة، ويجي المغرب بالليل. كده بالليل يجي بالليل محطب. الناس عشان تبقى عارفة محطب يعني جايب الحطب اللي هيولع بيه من الوادي. ويجي يعمل لنا الاكل الفطار بتاع رمضان. يجي هو جايب الحل عامل العجينة. وبعدين هو يكون عامل النار. يزيح النار لما تطيب ويبطط العجينه دي على الارض. ويرجع النار عليها. لما تقب كده وتطلع لفوق يبقى كده استوت. يقوم يقطع التلت ليا وتلت ليه وتلت لفتحي. ويقوم عامل الحله دي فيها صلصه ودي وعامل كوبايه الشاي. دي الوجبه الاساسيه او الوجبه الوحيده تقريبا كل ايام رمضان وخلال ست شهور. ست شهور خلف خطوط العدو. خلال ست شهور الجيش الاسرائيلي ما جابش نتيجه بالهليكوبتر. فبدا يدور في مشط المنطقه دي بالدوريات الارضيه. انا ببص في الخريطه لقيت 5 مجاري سيول كده في الهيئه اللي احنا فيها. في يوم لقيت العربيات جيب جايه، كل عربية جيب دخلت. وقعدت فترة طويلة وانا قاعد براقبها دي بشوف دول مش تدريب ولا حاجة. يعني لو تدريب ابقى شايف، لكن دول تفرقوا كل واحد راح في حتة. في الاخر رجعوا وجمعوا تحت شكلهم قالوا مفيش مش لاقيين حاجة. فمش لجأوا لاخر وسيلة اللي ما بتكذبش. اللي هي ايه بقى؟ قصاص الاثر. قصاص الجره. والناس لازم تبقى عارفه ان قصاص الجره دي علم. يعني الراجل المدرب يعرف اللي ماشي ده فرد عسكري ولا بدوي ولا ولا ولا. شيخ حسب الله كان كل يوم بيجي عندنا بالليل رايح جاي، فعمل مدق عليه وعلى ان قرايبه لما يجوا جايبين لنا ميه ولا حاجه بيبقوا بيعمل. فجاء في يوم لقيت قصاص الجره ده على العربيه جيب نزلته بره وماشى مشي في اتجاه كان في شركه شيخ حسب الله، ماشي 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 لحد مسافه قريبه قوي من الضيق بتاعنا والخزين اللي موجود ووقف. اقول ايه 7 امتار 8 امتار وما كملش. الراجل ده ما كملش ليه؟ انا كل يوم كنت بنزل من فوق من الجبل على المكان ده بعد الدنيا ما تضل عشان ما تظهرش على هيئه وانت نازل كده. اليوم ده بالذات بقى قلت لازم انزل اشوف ايه. ما ليه الراجل ده رجع يعني ما فيش. والراجل ده
لما يجي كل اللي بيعمله بيسيب جهاز لاسلكي بيكون جهاز توجيه طيارات، تيجي الطياره الهليكوبتر بعد كده او بتاع تمشط، يبقى هم هنا مش هيبعد بقى، يا يخلص عليك يا يمسكك وتمشي. انا بصيت ما لقيتش لينا اي جره. ايه اللي حصل؟ ده احنا قاعدين هنا كل يوم ونقعد يعني. فاللي حصل حاجه تفوق الخيال. العصافير، الشيخ حسب الله وهو بيعمل بينطر دقيق من غير ما يحس. واحنا قاعدين العصافير جت خدت قعدت تاكل، فبتنبش في الفجر بتشيل الاثار، فبالتالي فبالتالي انت دول ما فيش حد هنا خالص. المهم بعد 15 سنه من الوقف ده كنت انصر عام مصر في اسرائيل. ومعزوم واحد من انصار حزب الليكود، عزمنا على غدا، وكان معايا السفير محمد بسيوني. وكان موجود ديفيد ليفي. ومن عاده اليهود لما كانوا يعزمونا يجيبوا لنا حد من عرب اسرائيل ولا حاجه عشان يورونا، شوف احنا التعايش اهو يعني، يجيبوا ان هو معزوم معانا يعني. فقدم لي واحد بيقول لي فلان الفلاني ضابط في الجيش الاسرائيلي، ضابط احتياط في الجيش الاسرائيلي. فالواد كمل بقى قال واشتركت في يوم كبور. يوم كبور انت شاركت في يعني كنت فين في يوم كبور؟ قال لي انا كنت قائد وحده قصاص الاثر في وسط سينا. سفير محمد بسيوني ما ضحكش زي كده، ابتسم وكتم الضحكه وانا زيه. واحنا نازلين من خلصنا بقى ورايحين من حيفا لتل ابيب، سفير محمد بسيوني مخبط على العربيه، اسمع بقى انا هنتج الفيلم ده. انا قلت له فيلم ايه؟ قال لي الفيلم ده، هو كان عارف المأمورية بتاعتي اصلا لانه كان ضابط اصلا في المخابرات الحربيه. ومن هنا وتعمل فلاش باك وتحكي حكايه الاثر واللي حصل المجموعه خلال الفتره دي. المهم فضلنا قاعدين نشتغل لحد 106 شهور قبل ما يخلصوا الست شهور بخمس ايام. يمكن 17 مارس ولا حاجه جاء الخبر بقى اللي ايه. استعد للعوده. استعد للعوده يا عم. استعد للعوده. انا وسابوا لي قرار ان انا اختار الطريق المناسب اللي ارجع منه. كان قدامي حلين، يمشي في اتجاه الغرب على طول، بس دي هتحتاج مني ان امشي يومين في المنطقه المفتوحه. يا اما امشي في المنطقه الجبليه في الطريق العرضي ده لحد جبل الراحه، وانزل من جبل الراحه على السويس، دي مسيره ليله كده. قبل ما اسيب بير الجفجافة لازم اقف هنا واقول لاخواننا بتوع قبيله الاحوات اللي لم يستجيبوا لاي ضغوط او اغراءات للمخابرات الاسرائيليه، يعني جالهم اجتمع بيهم ضابط المخابرات الاسرائيلي وقال لهم في مجموعه في المنطقه دي اللي يجيبها ياخد عربيه مرسيدس. فجاء واحد من قرايب الشيخ حسب الله حكى له الحكايه دي، وبعدين واحنا قاعدين كده قال له لو ما عملتش شيء كويس هاخد فيك مرسيدس. يعني هاخد فيك مرسيدس، يعني هم كان اي حاجه ضابط مخابرات يدوا له مرسيدس. دي بطولات اهلنا في سينا، ده بطولات، ما هو ده ده. وانا عايز اقول يعني هم كانوا زي ستر كده وغطى. طبعا وهم لهم الفضل برضو في الملاحظه بتاعت العسكري الامريكاني اللي بيتصور مع الجمل. ده ذكاء بدوي. المهم وصلنا للمنطقه جبل الراحه، طبعا بصيت الفجر، لما وصلنا الفجر اول ما الشمس الدنيا شقشقت كده، ايه ده سويسرا؟ انت عارف مارس ده بعد موسم المطر الميه بتتجمع، ولا حمام قلوب. الخضره مزهزهه في الجبل. نزلنا كلنا بقى لان مشينا يعني حته مستوره، اتحركت الدنيا معانا. فلحد بالليل بقى نزلنا وصلنا
مشينا في اتجاه السويس لحد ما خبطنا في الطريق العرضي اللي هو ده عرفنا ان احنا النهارده ايه بقينا في منطقه قواتنا وعدينا منطقه اسرائيل. كان مكتب السويس عنده علم ان احنا جايين، فكان بيمشي دوريات على الطريق، استقبلونا خدونا في مكتب مخابرات السويس، بلغنا القاهرة ان احنا كلنا هو بلغ كتكاف 9. العميد فتحي عباس كان قائد مكتب مخابرات السويس قال احنا عمل لنا بقى فطار عيد، يعني فطار احنا ما شفناش الاكل ده من زمان، يعني قال احنا ما عيدناش في العيد ده، اليوم ده يوم العيد بتاعنا اللي انتوا رجعتوا لنا فيه. وصلنا الكتيبة بعد كده، الكتيبة كانت عاملة استقبال يمكن في الفيلم الفيديو الصغير ده، عاملة استقبال جايبة كل عساكر الوحدات المجاورة وركبونا جمال، ولقيتهم عاملين لي مفاجأة، جايبين لي أخين، الواحد كان ضابط شرطة عسكرية والتاني كان مخرج في التلفزيون، يبقوا موجودين في الاستقبال. لأن أنت عارف ضابط الشرطة العسكرية ده كان في دفاع الجو، كان بيروح البلد كتير، فكان الوالد بيقول له فين أسامة، يقول له في الجيش. لا طب إيه اللي حصل في لقاء المشير؟ لقاء المشير هم قالوا لنا ما تغيروش لبسكوا خالص زي ما أنتوا كده. رحنا قابلنا سيادة المشير وكان معانا الشيخ حسب الله. وقفنا طبعا مكتب وزير الدفاع ده او مكتب وزير الحربية ده، ان انت تخشه كضابط فيه ناس تخدم 50 سنة وما يخشوش ما يروحوش ناحية الباب ده. استقبلنا سيادة المشير اسماعيل استقبال احمد اسماعيل المشير احمد اسماعيل استقبال كله ود. وبعدين واحنا واقفين، بالمناسبة انا خدت وسام النجمة العسكرية قبل برج قبل المهمة ما تخلص. انا البراءة واخدها او الوسام واخده في 19 فبراير 73 مارس، وانا راجع 21 مارس. المهم بقول له يا فندم برضو كده مهمة 9 ايام ازاي تبقى 6 شهور يعني؟ قال لي مفيش قائد في العالم يبقى عنده حنفية معلومات الله. هو محتاجها ويقفلها بإيده. واحنا ثقتنا في رجالتنا وقوة تحملهم زي ما تقول. يعني بهذه الكلمات وبهذا الشرح القصصي لبطولة من أهم البطولات اللي بتكتز بها بالتأكيد ملفات المخابرات الحربية، واللي سيادة اللواء الحقيقة ترجمها في كتاب صدر مؤخرا عن دار الشروق خلف خطوط العدو، ويعمل لك إهداء كمان. يعني من حقنا أن نفخر بأبطالنا، ومن حقنا أن نقول لهم دوما الأجيال الجديدة أمانة في أعناقكم، لأنه النهاردة لما الناس تسمع هذا الكلام وترى بطل مصري أمامها بالتأكيد كل واحد يتمنى أن يكون هذا النموذج. الحقيقة في نهاية هذا اللقاء المهم جدا، يعني لا أستطيع إلا أن أشكر السيد اللواء أسامة المندوه، و يعني أنا لسه الحقيقة ما قريتش الكتاب بس هو هيهدهولي النهاردة، لكن قريت الحقيقة ملخصات لحاجات موجودة على الإنترنت تعكس قد إيه إحنا شعب عظيم وقد إيه نقدر نقدم نماذج محترمة وقوية تستطيع أن تعمل وأن تقدم وأن تضحي بلا حدود من 9 أيام ل6 شهور خلف خطوط العدو، كل يوم ينتظر انه ممكن يتقبض عليهم او يتقتلوا او غيره او غيره، ولكنه الايمان بتراب هذا الوطن وبالعقيده الوطنيه. انا في النهايه الحقيقه بشكر السيد اللواء اسامه المندوه، شكرا لك يا فندم. لا اشكرك، ربنا يخليك. شكرا لكم، ونلتقي الخميس القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.